شو خرج تعمل بمئة يورو باسطنبول طبعاً على صعيد الأكل؟ هذا الفطور مثلاً بيكلفك 5 يورو، ركز منيح. وهي البيتزا بتكلفك كمان 5 يورو. أما طبق التحلية هذا الظريف المصنوع من الجاتو والحليب والكراميل، طبق كتير لذيذ طبعا كمان ب5 يورو ولا أرخص. بتشوف هون بتشوف هون بشارع استقلال مليان أصلا. وهذا الكريسبي ب4 يورو. طبعا هذا طبق الزنجر كمان ب4 يورو وليس 5. هلا هدول اكل الاكلات الهندية اللي نسيت شو اسمها، بس حفظت اسم الخبز يلي اسمه شباتي. طبعا هاي بتكلفك شي 40 يورو، وهي الشيشة ب5 يورو. وكل هالعشا الظريف هذا ب20 يورو. طبعا كل شي راح على اسطنبول بيعرف ساحة امين هنا. وهذا سوق السمك كتير مشهور. السنارة تصطاد والشيف فورم بيسويلك سندويشة ب2.5 يورو مع كاس المخلل هاي اللي عجنة. طبعا في ليمون وشغلات تانية على السفرة، شي رائع. طبعا السوق المصري فيك تاخذ كيلو الحلو المشكل ب15 يورو. لك يعيشوا. ابو حميد طبعا اشهر محل حلو بتركيا واسطنبول هو محل حافظ مصطفى، فيك تحصل على اي قطعه من هدول ب5 يورو. محل حافظ مصطفى مشهور كثير. كيلو الحلو هنيك ب18 ل20 يورو، الكيلو الواحد المشكل الحلويات ب20 يورو. ما عم يشهي، عم نتمناه يكون معنا حاليا. يا ابو حميد تفضل. طلعت ولا ما بدخلني، انا افتح المحرمه، لازم تشيك مزبوط. طلع تفضل ابو حميد. طبعا هدول الوجبات، الوجبه ب2.5 يورو، وهن وجبات رخيصه جدا يعتبروا في اسطنبول. وبناخذ وجبه.
مثل ما خبرتكم هاي الوجبات رخيصة كتير، فالوجبة سعرها 2.5 يورو وأكلنا منها كتير. طبعا هاي الشاورما العربي الدبل كمان 5 يورو. طبعا هي اطيب بيتزا اكلتها بحياتي، القطعة الوحدة ب15 يورو مع عيران محطوط بكاس نحاس وجرجير وحباشات وليمون وشي فخامة وعال العال. 15 يورو يا كبير. أما هاي الوجبة الظريفة المتضمنة حلقات بصل مع وجبة فروج مع كولا ب7 يورو. الطبق غير مشبع نهائيا، وهي الوجبة اللي مانا مشبعة مع العصير ب7.5 يورو. تاخذ لك سيجارة، اشرب سيجارة، اشرب، ما تخجل ما تخجل. يلا طبعا الكل صار يعرف الميديا او ثمار البحر. جربنا الميديا مع الكاكوريج ان كان وجبة عادية او ان ساندويش، وبالإضافة لثمار البحر مقلية كلفتنا العشاء 40 يورو. طبعا هذا العشاء الظريف الخفيف جناحات مشوية مع برغول مع حباشات ولبن كلفنا 3 يورو. طبعا هاي السميدة اللي كان يشتريها بليرة اولي هاي اليوم صارت ب5 ليرات تركية، يعني غلت جدا. طبعا ميزانية الفيديو باشرت ب100 يورو، بس للأسف تجاوزنا الميزانية دبل وشوي، فتقريبا الصرفيات اللي انصرفت على هذا الفيديو تقريبا اكتر من 225، بحدود ال230 يورو. تحياتي لكم جميعا، تضلوا بخير ونلتقي في فيديو جديد ان شاء الله.